رجعنا من جديد في سكوديتو 47 دقيقة، ما زلنا متواصلين مع بعضنا وما زال بحثنا ضيفنا السي لطفي الديماسي المسؤول السابق بالملعب النابلي. ملعب النابلي وضع كارثي، مانيش باش نختصرها في كرة القدم سي لطفي، ظهر لي هون دويني الباسكيت حدث ولا حرج، الباسكيت قلنا باش تهز الألقاب الكل، شوية نلقاو فما المشاكل ما زالت. الملعب النابلي اللي برشا يلوموا سي لطفي، وأنا يظهر لي أنت توافقني في النقطة هذه، برشا يلوموا على المسؤولين في الملعب النابلي، غياب تام للمسؤولين. أسوبوا ملعب نابل ما فيهاش شكون يشد الملعب النابلي وتتعطاه للعيش العجرودي؟ والله حكيت للعيش العجرودي أنا بيدي جيتي سيربري من العملية، على خاطر نورمالمون ما قالك ما يبكي عليك كان شفرك وما يندب عليك كان ظفرك، واللي ما يغيرش على البلاد ماهوش ود البلاد، مهما يكون البلاد شكون، إلا أنت من زبرقيبة سي أمين ما تغيرش على زبرقيبة ماهوش ود من زبرقيبة، وأنا كنابلي ما نغيرش على نابلي مانيش نابلي. يعني أنا عندي أربع سنين في نابلي وليت نغير على نابلي. وديما تحكي على بلادك. معناتها تغير عليها. بيان سور. إحنا فما ناس من الهيئة المديرة يحبوا الملعب نابلي فوتبول تتحل، فاش تحكي لي سي أمين؟ خلنا الهيئة المديرة الجديدة والقدم كيف خلنا نذكروا الأسامي مش الناس خاطر برشا من جماهير الملعب النابلي. نعطيك إكزومبل سي نبيل سي أمين مسؤول كي يجي نقول له راهو السيد هذاك ما ينجمش يكون رئيس فرع، خاطر ما ينجمش يكون رئيس فرع حتى على روحه، يجي يقول لي اون شونج با كيب كيغاني، شبيك هيريرا أنت مش هبط لي فورماسيون مش بدل لي قلت لك بدل لي فورماسيون، أنا قلت لك سيد هذاك ما ينجمش يسير فرع كرة القدم. شكون المسؤول هذا؟ ما يسالش نذكروا لا ما يقلقنيش أنا مش مش أنا مش نقول حقائق باش نقول من مش نسب أنا جمهور الملعب النابلي سي لطفي ما يهموش في الآخر ما هبطش، يهمو شنو جمعيته وين ماشي، ماشي للهاوية. ولا يجي مسؤول آخر يقول له شكون لطفي الديماسي؟ أخي أنا قلت لك أنا مانيش حتى شيء، أنا راني خدمت الكرة تعلمت برشا حاجات. سي لطفي أنا اليوم حبيت تكون أنت بحذانا، ما حبيتش حتى واحد من الهيئة هذه يكون بحذانا خاطر أنت ماكش في الهيئة هذه. مانيش في الهيئة أنا، لكن فما فأنت تعرف ممكن حتى أنت الصندوق الأسود في الملعب النابلي، تعرف برشا أسرار على الملعب النابلي. بالطبيعة خلي جمهور الملعب النابلي. عندي 35 سنة في الملعب النابلي بيان سور. بالطبيعة وخلي الناس تعرف من الأسماء اللي لام عليها بعض جماهير الملعب النابلي. سي لطفي انا نسالك سؤال بطريقه اخرى، شكون جاب عايش العجرودي للملعب النابلي؟ والله اللي نعرفه انا عايش العجرودي جابته السلطه ولي نابل القديم. ايوه جابوا الحمامات وبعد جا النابلي. والملعب النابلي تستنى في واحد اللي مش يعطيهم فلوس، احنا المسيرين تاع الملعب النابلي تعرف يحبوا ما قاعدين في بيرواتهم ونجي منهم فلوس. بشكل تسير في الكرة بالنسبة للحمامات وحكاية وحكينا فيها، بالنسبة للملعب النابلي شكون جاب عايش العجرودي الملعب النابلي؟ لأنه عايش العجرودي ما شفناهوش. في بالي أنا عايش العجرودي سي الوالي القديم اللي كان في نابل، اتصل ظلي بسي راوف رقيق، وسي راوف رقيق عمل معه قاعدة حتى كيف عايت ناس معينين في الولاية، حتى أنا ما عايتوليش، أنا بيدي في باليش أنا في فيسبوك راهو تصور هذوما. معناها نبعدوا على والي نابل القديم سي منور الورتين. دونك اللي من ابناء الملعب النابلي هو سي راوف رقيق، كان هو سبب من اسباب انه سي عايش عجرودي يكون رئيس الملعب. صارت جلسه وحط هشام سكداجي نائب رئيس. ولا كيفاش صار؟ والله جات في الوقت الظاهر خاطر وقت فات والدنيا فات وما عادش فما مسؤولين وحتى حد ما حاب يشد، وقت جات الفكره بتاع عايش العجرودي. اي تنجم تقول فهمتي، وحتى هشام سكنداجي نائب رئيس. ما تراش سي لطفي من وقتها نقطة التحول الكارثية في الملعب النابلي، خاطر هو الملعب النابلي زاد الأعوام اللي فاتت ما هو شكل في أحسن حالاته، لكن توا وصل إلى طريق مسدود. دونك ممكن من وقت أنه العيش العجرودي هو اللي شد رئاسة الملعب النابلي، مانيش باش نقول شكون حاطه لأنك أنت ذكرت سي راوف رقيق وما حتى عيطوا للناس الكل في الاجتماع. قلت لك أنا أنت ما عيطوا لك؟ ما عيطوا ليش؟ وبرشا ناس ما عيطوا لهم؟ ما عيطوا حتى عيطوا كل اللي يحبوا جلسة مضايقة. أقرب الناس لهم وشنو هو السبب وراء حتى العيش العجرودي؟ معناها أكيك هكا رئيس ولا أعطاه فلوس ولا ساعة؟ عطاه يظل لي 250 في بالي أنا المعلومة اللي عندي، عطاه 150 و100 يظل لي أكثر في بالي. معناها ما بياش حلول اخويا امير، راهي الملعب لا لا خاطر لا انت ذكرت ما بياش نتاع لطفي الديماسي ولا نتاع راهو نتاع النوابليه الكل نتاع النوابليه واللي يلزمهم يتحايروا ويتكلموا من النوابليه، لا لطفي الديماسي لا راهو رقيق لا هشام سكنداجي، هذوما كلهم ناس نوابليه يحبوا نابلي يخدموا الملعب نابلي بارك الله فيهم. لكن برشا خاطر في الجماهير اما المشكله في المشكله مش هنا المشكله وانا ممكن سي لطفي ممكن انا قريب برشا للجماهير
وتسمع حتى في الكواليس نتاع الناس اللي تحكي على وضعيه الملعب النابلي، برشا اسماء معناها ساهمت في الوضع الحالي الملعب النابلي، برشا اسماء برشا اسماء كما قلت انت بما فيهم سيد رؤوف رقيق، بما فيهم برشا اسماء اخرين زاد، مش معنا الرئيس السابق زاد اللي حافظ الوصيف مع برشا سمير ساسي، معناها رؤساء الناس اللي ضروا الملعب النابلي، الناس 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 كتبوا مع كم احترامات اليوم راهو اي معناها توا شنو الحل؟ حطوها في حديث الحل، راهو الحل واضح وراهو عم جاي باش يلقاو مشكله سوا يلقاو هيئه مديرهم يلقاوش خاطر اخر المهندس هاي ساعات مشكله جديده مش يلقاوها، يلقاو شي مسؤولين جدد هذاك يلقاو حاجه الاولى. الحاجه الثانيه الانسان يشد مسؤوليه راهو يلزموا الناس كل كيف كيف سواسيه، فماش فرع يفوز على فرع، عندك كرة السلة وكرة كرة اليد وكرة القدم وفرع كرة الرجبي كيف كيف عندك أنت تخدمهم كيف اللي عندك أربع أولاد، هذوما الناس يا خويا كي ياخذوا الملعب نابلي الناس كل تبلونتا في الباسكيت، الناس تلعب على درابوات في البلاد. تسيست الملعب النابلي سي لوسي بكري مسيس الملعب النابلي بكري مسيس الملعب النابلي، ما يحبونيش خاطر أنا نقول كلمة الحق، ما يعيطونيش الهيئة المديرة خاطر ندافع على درابو فرع كرة القدم، يحبوك تمشي صورة عائلية تقعد تفرج فيهم كان عطاوك عظيمة مشمشة كلها ما عطاوكش وقت ساكت، لا انا خويا وقت اللي نشد مسؤولية نتحملها ونتعارك مع اصحابي في المصلحة نتاع الملعب النابلي، الملعب النابلي راهي نتاع نابلي كل، وكان النوابلية رجال ويقولوا احنا رجال عام جاي ياخذوا الفوتبول يخرجوا الفوتبول يا خويا، الفوتبول خلي تخرج وحدها تقول لي ملعب نابلي فرع كرة القدم عنده بيجي قار ناس تخدمها ناس تحب الفوت مغرب الفوت ويقلعوا بها ماهيش مشكلة. في الحالة هذه نجم يرجع لطفي ديماسي كان يخرج الفوت وحده، كي نلقى رجال معايا ما عندي حتى مشكلة ديما أنا حاضر الملعب النابلي برشا كعاودتها كلمة رجال بالنسبة في الملعب النابلي للدرجة ما عادش فما ناس تحب وغايرة على الملعب النابلي مو خاطر السيامين خاطر قبل ناس تبكي على الملعب النابلي ومش نقول لك حاجة العوام الأخرى ما شفنا المسؤول اللي يبكي على الملعب النابلي نقول لك حاجة فما أربعة من الناس تفرجوا في الملعب النابلي تو في التيران تمشي للكرادا أربعة من الناس بالضبط أربعة يقول لك أربعة مش أربعة من الناس تفرجوا اللي ولده يلعب ولا واحد مغروم مسكين يحب الفوتبول يمشي يتفرج أربعة من الناس قرده فرق فضيحة فضيحة كبيرة قلت لي ترى الملعب لم يطلع الناس كل تجو جد سي حميد قلت لي ترى روحك قلت لي كما قال الأخ بتاع منزل بوزلفة تلموا أكيك الكورة كان نجحت النتائج تلم نتائج تلم لا يا سيدي ما أنا النتائج جي كان برجال النتائج إلا ما فهمش رجال حميدة كان نخص الحكاية سوء التسيير هو وراء مانيش نقول اضمحلال حبيت نعمل إدارة سي حميد نقول حاجة حبيت نعمل إدارة قلت لهم أول حاجة نبداو إدارة خذيت لوكال باش نعملوا إدارة ما خلاونيش قال كيش تعمل لوكال في خاطر ملعب نابلي هذيك فرع كرة القدم يلزمها إدارة خاطر جمعية محترفة يلزمها تكون إدارة ما حبوش يفهموني وما خلونيش نعمل إدارة حطوا لي العصافة العجلة هو تو سي لطفي هذا كله يدخل في تاريخ الملعب النابلي توش نحكيه على مستقبل الملعب النابلي مستقبل الملعب النابلي أنا رأيي الخاص أنه الملعب النابلي فريق كرة قدم يخرج عن الجمعية الأم قلت لك سحمية تسوي يخرج عن الجمعية الأم تو سي تو هو في آخر ديفيزيون سي في الحكاية هو في لا هو يعتبر في آخر ديفيزيون في الحديث مش في آخر ديفيزيون صحيح قول لي انا فما شكون يقول انا باش نخسر اسم ملعب النابلي لا قديم ملعب النابلي فرق كرة القدم راهو ما يتبدلش الاسم لكن شوف ايش نقول لك راهو شو تولي جيستيون خاصة بالمفاريق كرة قدم شو تولي إدارة خاصة شو تولي هيئة منتخبة جمعية مستقلة لذاتها تخدم في كرة القدم ولا غير كرة قدم معناها باش تحب تعيش أحسن ما يمكن أخويا تلم المسؤولين المولعين بكرة القدم ويظهر لي في نابل إن شاء الله وفما موجودين وتعرف سي حميد نقطة هنا نقطة لازمك تفهمها راهو باش تصير الحكايه هذه لازمها توقع في الهيئه المديره تعمل اسامبلي اكسترا اوردينار جلسه خارقه للعاده وتخرج فرق كره القدم وحده الهيئه الموجوده جديده اي بالطبع هذه الحاجه الاولى اللي تخرج الفرق كره القدم وحده تولي فما ناس تعمل انجاجمون وتمشي تقول احنا تو باش ناخذوا فرق كره القدم بالطبع. وتعمل هيئه وتكون هيئه مديره وتحكي مع السلطات زاده خاطر السلطات المنح باش المنح تخرج وحدها هذا مو انفوا ولات جمعيه معناتها قائمه ذات بالطبع السلطه شو تولي عاد تخصلها منحه كيما الجمعيات الكل احمد انا اللي يغيظني في هذا الكل والله تو نحن نحكوا على حلول ومشاكل اللي يغيظني في هذا الكل جمهور الملعب النابلي جمهور الملعب النابلي من كثره ما النتائج كارثيه وكاني به سلم سلم جمهور الملعب النابلي 6-2 ما فما حتى رياكسيون راه 6-2 ضد شباب الوردانيين في نابل
ما ريناش رياكسيون من جماهير الملعب النابلي. شكون وصل الملعب النابلي للحاله هذه؟ انا انت بديت بالعيش العجرودي اللي شد الحمامات وشوف شو عمل فيه الحمامات. نفس الشيء. حمامات اضمحلت، الحمامات الحمامات نفس الشيء. نفس الشيء. سايب الحمامات جيل نابل. جيل نابل ما شافوهوش انت عمرك قابلت سي العيش العجرودي؟ حتى اجتماع مع المدير. حتى اجتماع. مرة اتصلوا بيه مشاو لداره. الا مع بعض الاطراف. لا مرة في داره زي. في داره. في داره مرة. والناس كلهم شات له ولا بعض الاطراف؟ لا لا ديما القراب برشا. القراب برشا. اللي هما اللي موجودين تو في اللي جابوه. اي اي اللي جابوه. دونك ما عادش تعرف تو انت كي تسال شكون رئيس الملعب النابلي قبل تعرف اكس ايكغيك زد تو رئيس الملعب النابلي سيسمي لك سبعه. انا نسال اللي متى تكون مسؤول على فرع كره القدم اللي يقول لك سيد احمد المرزوق اللي يقول لك سيد اقنو اللي يقول لك كل واحد يسمي لك اسم حتى هما اصلا ما عادش عارفين المسؤول لا ما عادش عارفين المسؤول محمد جديد يدقر ولا اي لا نحكي لك تسال معناك تسال شكون المسؤول على كره القدم وكان الكل ما عادش عارف شكون المسؤول على كره القدم وعلى كره اليد جاب حذانا مسؤول على كره اليد انسحب ورجع وانسحب انسحب والهيئه ما في بالهاش اي تو الفرع كرة اليد راهو جا زوز بالناس زوز عباد حبوا يقضوا فوق الهوند وخذوها على عاتقهم وهما قاعدين يسيروا تو هذوك هما تو الملعب النابلي شنو؟ هوند باسكيت فوت اتليتيزم اتليتيزم لا 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 ركبي لا لا ركبي معناها اربع فروع في رياضات جماعيه اي معناها نحكيو في رياضات جماعيه ولا فرع منهم ولا رياضه منهم ما تشكيش معناها كلهم يشكيوا بربي سي نبيل سي امين مش نقول لك حاجه بربي نابل ولايه اسم كبير في كام نابل فماش واحد يعرف نابل فماش واحد ما يتمناش يجي نابل مش في تونس فماش واحد ما يعرفش نابل في العالم معناها كيقول لك نمشي احنا ماليها احنا ماليها ما نغيروش عليها احنا كانوا ما نغيروش على نابل قاعد كان غيروا على نابل والله انا مش الكروي برك مش رياضه برك في برشا حاجه اخرى راهو ما نغيروش على بلادنا كل واحد يقول لك انا اش دخلني فك عليا عندي مرتي واولادي ولدي تاكورد عندك مرتك واولادك فما بلادك فما بلادك تغير عليها فما مينيموم باش تعملوا لبلادك هذه هي الحاجه مش باهيه في النوبليه فك عليا ما نعملش فك عليك ما تخدمش اقول فما ناس تخدم الثقافه فما ناس تخدم السياسه فما ناس تخدم الرياضه كل واحد من شيرته باش يتقدم يظهر لي السياسه ولا تخدم في الرياضه وكانوا قبل في العهد القديم يقولوا اللي دخل الكره يعرف السياسه صحيح فما ناس تعرف السياسه وفما ناس تخدم الكره يا خويا احنا مثالش اخدم السياسه ما عندها حتى مشكله اما بلادك زاد قدامك كي تاخذ بلاصه في السياسه خذ نظره صغيره لبلادك حتى عندنا في مجلس النواب ولا عندنا في في في, في الوزراء وكذا حتى حد ما يرى الملعب يجيو كاف الصيف يجيو يتخلعوا يروحوا والنوابليه كل واحد كل فل في نوار مش صحيح غياب المسؤولين انا هذا اللي نجم نقوله غياب المسؤولين وراء والله واحد قلبه يوجع والله لا معناها انا واحد امبارح كي شفت السكور ستة واحد معناها ما غير تعليق بدون تعليق الجمعة اللي فاتت هاي خمسة الجمعة هذه ستة الجمعة ما تمشيش الركبي وشنو ذنبك الوليدات الصغار اللي تكونوا في الملعب لا المشكلة بربي سامعني هذه باش نرجعوا لها لا باش نرجع خاطر باش تحكي على الشبان يا زول مش احكي لك على الشبان ولا حاجة أخرى مهمة برشا البارح عقبت كاتب العام سي نجيب مير قلت له وينك لاباس قال لي راهو لقطوا فيهم باش ما نعملوش فورفي شنو قلت له جدك تحكي وقت اللي تراسي سيمين اللي في الماركاتو سايبنا اربع خمس ملاعبين من زوز الحماد جو كروا اي فما زوز الحماد جو كيفاش انت جمعيتك باش تسايب ملاعبيه باش باش معناتها انت تي كونفيرم التهم تاع الجمعيه خلاب هذيا وشكون صالو؟ خي بلاد بوك تصح وتسيب الملاعبيه وتطيح الجمعيه كيف ما شكون يحاسبك؟ هذيك هذيك اللامبالاه وهذيك عدم المسؤوليه وهذيك هذاك غياب المسؤوليه خيانه هذه عندي انا ما عندهمش خيانه ما عندهمش حب لل وهذيا الجماهير خيانه هذيا وهذيا الجماهير فاش تلوم؟ الجماهير ما تلوملكش الملاعبي، الملاعبي شنو ذنب؟ وما عندوش ظروف، ما عندوش فلوس، تلوم في المسؤوليه تصريح ملاعبي لجمعيه اخرى وجمعيتك انت في حاجه ماسه اللي هو الملاعبي هذايا وفي الاخر انه معناها ولا قالوا معناها فما مسؤول نحشم انا باش نسمي في الملاعبيه باش ما نعملوش فور فيه ربي فما كلمه مش قولها فما انا نحشم كي نسمي المسؤول هذايا وماذا ما نحبش نذكره وما نحبش نسميه وما نسميهش فرخها الجمعيه فرخها ما خلى فيها شيء نظفها اللي هو المسؤول شعلا فيه سي امين يعرف روحه شكون باش ما نحبوش نكثروا اللوم على روحه وشنو الغايه من هذايا؟ هاي انسان شي نحي الفوتبول فما طريقة
نكته ذي باش نفهموها. نلعبوا في مقابله كونتر غرومباليا البسمري غرومباليا وباع سر الملعب نبلي غرومباليا فهم البقيه انت سيد هذا تعرف واضح. حميد اجي محبش نسمي الاسامي اما سي جرافسا واضح واضح دونك اللي صاير اللي صاير اللي صاير في الملعب النابلي كان اللخص انا نقولوا نداء اي لا باش نعملوا نداء بعد شويه خاطر نمشيو مع الاخبار مع ثمانية بعد نوجه ندائنا للناس اللي غيورة اللي كان مازال فما شكون غيور على الملعب النابلي وزاد باش نحكيو على نقطة مهمة برشا ريتو في ظل هذا الكل حميدة فما قابل